دلوقتي بقى انا عاوز افهم، دلوقتي انا عاوز افهم، من كام سنه واحد صيني مش اصلي، مش اصلي، ضرب اكله خفاش، نفسه هفت عليه، قال لك ناكل خفاش، بهدل البلد كلها، العالم كله فيروس كورونا، وقعدنا استخبينا في البيت وعزر، وشفنا مرض ما يعلم به ربنا، ونص الكوكب ابتدى يموت. دلوقتي بقى الصين مش تسكت، مش تنهد، مش تنبط، لا لا، ازاي ضربوا صاروخ، صاروخ صاروخ فوق في السماء، في السماء عشان يروح كالكواكب، وفقدوا السيطره عليه. اه بقى متوقع ينزل علينا في اي حته، الناس كلها النهارده بيتمشي تعمل كده، في ناس شافوه في جرجه، في ناس شافوه في جرجه عدى، وبيقول لك توقع ان ممكن ينزل في الهند، او يمكن خلاص نزل في الهند. هي الصين دي عايزه مننا ايه؟ الصين دي عايزه ما تقول لنا ان نهايه الكوكب، نهايه الكوكب صيني، نهايه الكوكب على يد الصينيين. ما دام ما بتعرفش تلعب بالصواريخ بتطلقها ليه؟ بتطلقها ليه؟ بتطلقها ليه؟ بتطلقها ليه؟ بتطلقها ليه؟